الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يدل هذا الحديث على أهمية اجتماع المسلمين وتعاطفهم وتوادهم وتفقد بعضهم لبعضهم الآخر. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في هذا الباب، وهو مواساته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتفقده صلى الله عليه وسلم لهم. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات، في غزوة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، قال: فأبطأ بي جملي وأعيا، حتى أن بطء الجمل أخره عن اللحاق ببقية القوم. قال: فأتى إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: جابر، قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي وأعيا. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحجنه بمحجنه، يعني يضربه بالمحجن، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اركب. قال: فركبت عليه، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرعة الجمل بعد أن حجنه صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، يتفقد من يتأخر، يتفقد من تحصل له مشكلة، يحصل له شيء، كان صلى الله عليه وسلم يتفقدهم ويواسيهم أيضا. ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا يا رسول الله. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتفقد حتى أحوالهم الخاصة، الأحوال الاجتماعية، ما يسمى الأحوال الاجتماعية. ها؟ فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: يا رسول الله، إني تزوجت، يعني إن أبي قد ترك لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك قادم إلى أهلك، أو فإذا قدمت إلى أهلك فالكيس الكيس، يعني به كناية عن إرادة وطلب الولد. جابر بن عبد الله رضي الله عنه تزوج هذه المرأة لأن أباه، كما جاء في صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دعاني أبي ليلة أحد أو يوم أحد، فقال أو ليلة أحد، قال: إني لا أرى يعني إلا أني يعني سأكون مقتولا من أول من يقتل، أو مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا.
هذا الذي جعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه يتزوج هذه المرأة التي هي ثيب حتى تقوم على أخواته رضي الله عنه وأرضاه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قال لجابر: أتبيعني جملك؟ قال جابر رضي الله عنه: نعم. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه بأوقية. بعد ذلك قدم جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى المدينة، ولما أتى إلى المسجد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: الآن قدمت؟ قال جابر رضي الله عنه: قلت نعم. قال: فدع جملك وصل ركعتين. من هذا يؤخذ سنة قل العمل بها، وهي استحباب صلاة الركعتين عند القدوم من السفر في المسجد قبل دخول البيت، وهذا كان صلى الله عليه وسلم يفعله، وأمر جابرا رضي الله تعالى عنه أن يفعله في هذا الحديث. جابر بن عبد الله رضي الله عنه دخل المسجد وصلى ركعتين، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وأمره أن يعطي جابرا ثمن الجمل. قال: فوزن لي جابر رضي الله عنه أوقية وأرجح، وزاد عليها. أخذها جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذا الثمن الذي يعتبر أكبر أو أكثر من القيمة الحقيقية لهذا الجمل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إليه. ذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه فرح بهذا المال إلى بيته، فإذا ببلال يدعوه بعد ذلك. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد الجمل إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ جملك ولك ثمنه. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا في تفقد أحوال أصحابه، وفي معرفة من يستحق الصدقة والعطية ونحو ذلك، لأن بعض الناس قد يتعفف، كما قال الله جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويعرف من منهم بحاجة إلى العطية ومن هو متعفف عن السؤال وإبداء الحاجة. ثم بعد ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذه الصدقة وأن يحفظ أيضا، أو هذه العطية ويحفظ بها ماء وجه جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد أعطاه صلى الله عليه وسلم المال مغلفا بغلاف ماذا؟ بغلاف صفقة تجارية أو معاملة تجارية أو ما أشبه ذلك. ولذلك يذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن هذا مما يستحسن، أن الإنسان إذا أراد أن يعطي أحدا عطية أو يتصدق عليه بصدقة يستطيع أن يشتري منه شيء ويزيده في القيمة، أو يضاعف له القيمة التي قد لا تستحقها هذه السلعة، من باب الإحسان إليه وحفظ ماء وجهه. نعم. وبعد ذلك أيضا جابر رضي الله عنه أوصاه أبوه بأخواته، فتزوج امرأة ثيبا، وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبقى له جمله وأعطاه ثمن الجمل. ماذا بقي من وصية عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه لابنه جابر؟ بقي عليه الدين، وهي الوصية التي بدأ بها، قال: فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أكثر عليه أصحاب المال أو أصحاب الدين الذين يطالبونه بالدين، من يعني سؤال ما لهم من هذا المال. فأخبر جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يتلطف أو أن يطلب هؤلاء، فأبوا إلا أن يأخذوا أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: صنف تمرك أصنافا ولا تعطهم شيئا حتى آتي، يعني اجعل التمر كل صنف على حدة، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في أعلاه أو في وسطه،
وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستوفون ما لهم فاستوفوا دينهم كاملا. هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه نفذ الوصية الأولى أيضا وسدد دين أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها الإخوة الكرام، نأخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من يعني سياسته صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يتفقدهم، يتفقد الصحابة من منهم الفقير من منهم المحتاج. وهناك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد بعض أصحابه فوجد أنهم ماذا مرضى فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وعادهم. ومرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وكانت امرأة تقم المسجد، وفي بعض الروايات أنه رجل وليس امرأة، فسأل صلى الله عليه وسلم عنها فقيل أن هذه المرأة أو هذا الرجل أنه قد مات، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا آذنتموني أفلا أخبرتموني. كل هذا على ماذا يدل؟ يدل على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لذلك هذه للأسف الآن في زمننا هذا من الأشياء التي بدأ الناس يعني يهملونها ولا ينتبهون لها. تجد بعض الناس يصلي في المسجد ولا يعرف من يصلي عن يمينه ولا من يصلي عن شماله، وتجدهم أحياناً أهل حي واحد وقد يغيب أهل هذا المسجد لمرض أو لمصيبة أو لمشكلة أو لأي عرض من أعراض الدنيا، وتجد أن هذا الرجل لا يسأل عنه أحد ولا يعرف عنه أحد. إذن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل عن من يغيب عنهم أو من يحصل له مشكلة أو مرض أو ما أشبه ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم موفقين معانين مسددين أينما كنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهداية والرشاد في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم. هذا والله تعالى أعلم، صلى اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.